على غرار درب الجلجلة أحيت كنائس الفحيص الجمعة العظيمة المقدسة بمشاركة النائب البطريرك المعين اللاتين في الأردن الأب الدكتور جمال خضر وعدد من الأباء الكهنة من خلال مسيرة درب الصليب ومن ثم تنزيل المصلوب في رتبة كنسية مميزة. وألقى المطران خضر كلمة روحية عن معاني الصليب وطريق الآلام نحو القيامة، وقال إن هذا المكان يعد عبورا نحو الأبدية الخالدة. وبعد ذلك تشاركت الكنائس مزيج التراتيل بين الطقس الغربي والطقس البيزنطي في أناشيد شجية أدخلت المصلين في أجواء الاستعداد لرتبة جناز المسيح في كافة كنائس المملكة.